انت عشان كده معتمده في تصميماتك على شغل الهاند ميد، اه ومعانا اول موديل شغال بالهاند ميد. اتفضلي خشي يا ناديه. زي ما انت شايفة كده معتمده فيه على شغل الهاند ميد الوردات اللي هو طالعه السنه دي موضه جدا. لازم الواحد الفلاور يشوف ايه اللي موجود في السوق. ده يعني يعني احكي لنا اكتر عن الموديل ده. الموديل اللي هو الطيبست المظبوط على الجسم، بيبين الانوثه السيده او المراه او البنت اللي لابسه، مع طيبست منفوش من تحت بيديها قوه كده، والورود حيويه وهي نازله جديده في واللون المجال. ده يعني اللون بيعد ايه؟ الطوبي لون جامد بينك، من بحب او مدي على بصلي، بيسموه بصي بصلي هو شويه. الطوبي بالشامبي لون محير. تبقى انت لابسه حاجه لون محيره محير. ومميزه، انت مش عارفه هو اللون، مش عارفين يجيبوك انت اللون ايه بتاعك. فاللون محير وحلو جميل جدا وجديد في السوق. شكرا يا نادية. ونشوف من موديل تاني برضو. اتفضلي معانا. طبعا برضو من الالوان المتميزه في الازرق. السهره. ده معتمد، انت مدخله التطريز مع القصه الاتنين مع بعض، عامله دمجه ماتشنج بينهم، فمديني شغل حلو وجديد. بس هو مختلف يعني، هو متميز مع اكستنشن بسيط رقيق. انوثه كده مدي رقيقه رقه كده سيمبل، رقه حاجه بسيطه جميله. بس فيها شغل برضك. هي بسيطه انت وسيمبل شغلك بس فيها بيخاطب شغل. المحجبات، يعني بيخاطب المحجبات بشكل قوي. ايوه يعني انا هدف المحجبات بالاخص. وطبعا ده حاجه جميله ان هم يلاقوا موديل جميل يظهر جمالهم وانوثتهم من غير استخدامات بقى البادي والحاجات اللي لا هي لا خلاص دي راحت. يعني دي كانت كده سهوله ليهم وان هم طبعا. يلبسوا بسرعه وشيك اكتر، بدي احسن من شيك البادي طبعا الطقم كامل ليها كامل. من اول للاخر. انت بتخاطبي جمله وقطعي ولا بتخاطبي قطعي فقط؟ لا قطعي، يعني انا بعمل كوليكشن وبعرضه وبيع. كوليكشن ده بيع خاص بيكي في الاتيليه بتاعك هنا في السويس. ايوه طبعا. طبعا مش عايزين ننسى ان ارقام التواصل والبيج الخاصه بيكي نازله على الشاشه، بحيث ان كل حد عايز يتواصل مع مصممه الازياء نجلاء ناصر